اهلا بيكو. دلوقتي احنا هنكمل في محاضرتنا بتاعت الاونلاين كرييشن. خلصنا في الجزء اللي فات مع بعض كلامنا عن الاونلاين اوفيس تولز، واتكلمنا اساسا عن جوجل اوفيس، وفي ابلكيشنز تانية الحقيقة غير جوجل بتدينا امكانيات مشابهة. ممكن انا اشرت لمايكروسوفت اوفيس برضو اونلاين ابلكيشنز. هنتكلم دلوقتي عن البلوجز. بعضكم ممكن يكون سمع كلمة بلوج دي قبل كده او ما سمعهاش. هي كلمة بتشير الى ابليكيشن، نوع من انواع الويب سايت. هو بيزيكلي في سوفت وير بيقوم بالعملية دي من خلال الانترنت براوزر بتاعك اللي انت بتستعمله. بتقدر تعمل مقالات. بيزيكلي هي دي التبسيط الشديد لفكرة البلوج، ان انا بعمل اقدر اكتب مقالة، وبدل ما اروح انشرها في الاهرام والاخبار ولا في السي ان ان، انا بنشرها على البلوج بتاعي. يقوم الناس تقدر تيجي تقرأ المقالة دي وتعلق عليها. هنا بقى القيمة المضافة للبلوجز، ان في kind of interactivity ممكن تتبني على البلوج ده، ويبقى في حوارات بتدور حواليه، ونقدر نثري تبادل المعرفة من خلال البلوج. في كذا ويب سايت بيقدموا الحاجات دي، وخليني كده بكل أريحية اقول لك ان كتير قوي من المقالات اللي انت بتقراها متخلقة على بلوج مش متخلقة كويب سايت. اوكي، مش كلها، لكن في كتير قوي قوي منها وانت ما بتاخدش بالك. يعني دي ان هي النقطة، ان انت في الاخر فعلا البلوج ممكن يبقى شكله مش باين حاجة مختلفة عنه عن بقية الويب سايت، ولكن لما تلاقي تحت فيه موجود عندك بقى كومنت وديسكشنز وكلام من ده، يبقى في الغالب ده مبني على بلوج، واحد من البلوج ابليكيشنز. وده بيدي زي ما قلنا فرصة لطيفة لان يبقى فيه انتراكتيفيتي، وفي نفس الوقت بيديك انت حرية في ان انت تطلع اللي عندك. بالنسبة لي احنا، بالنسبة لنا احنا هنا، احنا المفروض انستراكتورز وتيتشرز، يهمنا ان احنا نوصل معلومة. كتير بنبقى عايزين نكتب ليكتشر نوتس نبعتها للطلبة بتاعتنا، وده اللي هنحاول نشوف ازاي ممكن نخلق بلوج من خلاله. فهنا دول الكلمتين اللي احنا قلناهم دلوقتي، يومي امباد ماتيريال. ودي بقى حاجة جديدة اللي تفرق البلوج عن انك بتعمل ماتيريال عادية بتكتبها، انك تقدر تحط ماتيريال من الانترنت. طبعا الامبادنج بتاع الصور مش صعب في الاوفيس ابليكيشنز، لكن الامبادنج بتاع الفيديوز ممكن يبقى صعب في الاوفيس ابليكيشنز، لان انت لما هتطبعه مش هيشتغل. فمن ضمن الامكانيات طبعا، وان هو موجود اون لاين، والشيرنج بتاعه از باي ديفولت، اي حد المفروض انه يقدر يبص عليه ويفتحه. واحد من البلوج ابليكيشنز، وده الحقيقه اللي انا بستعمله، ان كان هو قد يكون ضعيف شويه مقارنه بحاجه تانية، لكن هو ده الحقيقه اللي انا بستخدمه، اللي هو البلوجر. بلوجر ده بتاع جوجل. جوجل كانت اشتريته من زمان جدا، وبقى جزء من الابليكيشنز بتاعتها. بلوجر هتلاقي عليه ناس كتير مقدمة حاجات، يمكن امكانياته ما اتطورتش كتير زي واحد تاني، بس انا عشان هوريك بلوجر، لان ده اللي انا شاطر فيه، وهوريكوا التاني ان شاء الله. تعال معايا كده بسرعة، احنا عايزين نتكلم على بلوجر. هنقفل السلايد بتاعتنا وتعال نخش على بلوجر. هي اولا ادي blogger.com. اوكي، blogger.com هو الويب سايت اللي احنا فاتحينه دلوقتي. بتفتح لو انت عندك جوجل اكاونت، يبقى باي ديفولت بتقدر تفتح البوست بتاعتك. بتقدر تعمل مثلا نيو بوست، هيطلب منك شويه معلومات طبعا، اسم البلوج وكلام من ده. لو هنعمل نيو بوست زي ما انا عملت دلوقتي، بنعمل حاجه جديده مش موجوده قبل كده، هنديها اسم، يديها تايتل مثلا هنكتب ديجيتال كونتنت برضو. سوري، وفي بس حاجه متاخره. اوكي، ديجيتال
كونتنت اوكي، وبعدين بتخش هنا تبتدي تكتب زي ما تكون بتكتب على الوورد بروسيسور. يبقى تاني دي ابلكيشن بنعمل بيها وورد بروسيسنج، بس المره دي ات از باي ديفولت بيلت على ان هو تبقى اونلاين ابلكيشن، ودي الحاجه اللطيفه. فاحنا برضو ممكن نرجع للكلمه الطبيعيه بتاعتنا هلو وورلد اوكي، ونكتب هنا هاي وي ار وورلد. تقدر تيجي بقى هنا وتغير برضو ده من نورمال لهيدنج، وده تغيره وتخليه ماينور هيدنج، ودي تعمل لها برضو بولد وايتاليكس واندرلاين وسترايك ثرو كمان اوكي. فدي كلها ايه امكانيات بتاعت الوورد بروسيسنج العاديه. المفروض اخر حاجه بتعملها بعد ما بتخلص كتابه، وتقدر تضيف ايمجز وفيديوز ولينكس، تعمل زي ما تكون بتخلق ويب سايت، ان انت بتعمل ببلشنج. هنا الحقيقه انا مش هعمل ببلشنج لده، ولكن هقول له بس ايه سيف، على اساس ان ده لسه ما خلصش ولسه محتاجين نشتغل عليه. هتبتدي وانس عملت له سيفنج، تقدر ترجع بقى على البوست القديمه وتبتدي تبص، هتلاقي ده ظاهر عندنا اهو ان ده لسه درافت، واللي كاتبه محمد توفيق، وادي تاريخ الكتابه كمان. يبقى من هنا تقدر تبص عليه تديليت اديت وات ايفر. الحقيقه انا مهما قضيت معاك وقت، انا ممكن اعمل كورس كامل على هاو تو يوز بلوجر باي ذا واي. انت ممكن في الاخر بتخلق حاجه شبه الويب سايت كتير. هنا اوريكم مثلا ادي كده البلوج بتاع اكاديمي اوف نوليدج، دي واحده من الارتكلز عليه، اكريديتيشن وات از ات ريلي وورث، كلام، ادي لينك، تكست عامل لها كوتيشن من اماكن مختلفة، حطت هنا صورة، مكمل كلام، مغير مجموعة من اللينكس، مجموعة من الحاجات، طبعا في ادي تايتل وسب تايتل وكلام من ده. المهم فانت في الاخر بتشوف ارتكل بالصور بتاعتها، وكمان في الاخر تقدر بقى تعمل كومنت، وتقدر تريبلاي على الكومنتس اللي موجودة، او تقول فيها اللي انت عاوزه. يبقى احنا كده قدرنا نعمل البلوج بتاعنا، اللي هو زي ما قلت لك مبني في الاصل على فكره ان انت بتعمل وورد بروسيسنج اونلاين. والوورد بروسيسنج اللي انت عملته اونلاين دلوقتي خلق لك ايه؟ خلق لك ارتكل موجوده في الاصل اونلاين. طيب كنت قلت لكم ان في ويب سايت تاني اكشلي، يعني بالرغم ان انا بحب بلوجر علشان بقالي سنين بشتغل عليه، لكن الحقيقه ان في امكانيات اكتر بيديها لنا ويب سايت تاني، للاسف انا مش شاطر في استخدامه، لكن احب ان انا اعرفكم عليه عشان لو حبيت ان انت تدخل عليه. اسمه وورد بريس اوكي. وورد بريس ده لو انا فتحته هنا من على جوجل هيقول لي ادي wordpress.com، خش عليه، هتلاقي ان انت تقدر تعمل عليه اكاونت برضو فور فري، ومن الاكاونت بتاع وورد بريس تبتدي تعمل البلوجز بتاعتك، وممكن تخلي عليه ويب سايت كمان. احنا ما اتكلمناش على موضوع الويب سايت ده، لكن تقدر تخش اهو وتعمل. والحقيقه انك هتلاقي كتير قوي من الحاجات اللي انت بتقراها اونلاين في الاصل معمول على وورد بريس. هو يعتبر النهارده واحد من اكبر، ان لم يكن اكبر، الويب سايتس اللي بتعمل عليها بلوجز، وبتتعمل بشكل الحقيقه سهل جدا، وبيطلع شكلها في الاخر فيري بروفيشنال. طيب انا يعني تاني علشان برضو ما اطولش هنا، انا معرفتي بوورد بريس مش كبيره، وكنت يعني كان نفسي ان انا اعرفك عليه اكتر من كده، لكن يعني خش انت واستكشفه بمعرفتك، وحاول تعرف امكانياته وصل لغايه فين. طيب نرجع للسلايدز بتاعتنا.
يبقى احنا بعد ما اتكلمنا على البلوج، ادي الوورد بريس الصفحة بتاعته. والمرة الجاية في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بعض عن الويكيز، وهنشوف الامكانيات اللي بتديها لنا، وهي برضو بتدينا امكانيات جميلة. ممكن احكي لكم على حدوتة صغيرة كمان عدتنيها في خلال الفترة اللي فاتت مع الويكيز. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.